العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم صدق الله الذي لا إله إلا هو المتوحد في الجلال بكمال الجمال تقديرا وتجديرا المتفرد لتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وصدق رسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين ولما أوجب وألزم عن المجاهدين والحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه والتابعين اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أحسن كتبك نظاما وأصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما محتمل البيان ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتحذير لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم اجعلنا ممن يحلل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبهم واهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش والآثام اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ناظر فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم سميت به نفسك
محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك وعبادك الصالحون. اللهم إنا نسألك من الخير كله هاته وأكله يا علمنا منه وما لم نعلم. ونعوذ بك من الشر كله آتيه وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد